الاغتيالات تقصي تشرين عن الانتخابات، والساحات لم يتبقى منها سوى الأغنيات. يقولون اللي ما يعرف تدابيره حنطة تاكل شعيرة، وهذا اللي صاير هالأيام ويا قوة تشرين، القوة اللي كادت تصيد العصفور جاي تخسره هو والخيط مالته، بينما القوة اللي ثارت عليها توشك أن تحسم الانتخابات لصالحها قبل أشهر من إجرائها. شنو الوضع؟ خلونا نراجع. الانتخابات راح تجري حسب المتوقع رغم وجود أطراف تشكك، وآخر التطورات تقول أن هناك أموال ضخمة وصلت للعراق للتأثير بسير الانتخابات، والمقصود هو الضغط على المفوضية لفتح باب الانسحاب من كتل وائتلافات معينة والانتقال إلى كتل أخرى تمهيداً لإعادة تركيب الساحة الانتخابية. هذا اللي قاله عزة الشابندر البارحة. هذا يعني أن القوة التقليدية بدأت تشتغل على الأرض، أموال توصل من الخارج وكتل تتصارع حتى تعدل وضعها، مرشحين توزعوا على الدوائر وحملات إعلانية مبكرة، وفي خضم هذا كله غاب انتشارنا، ويبدو وكأنه الماي مشى من جواهم. وهم يدرون لو ما يدرون اللي حصل، انه الشباب خسروا الصاية والصرماية، خسروا دماء شهدائهم وخسروا مستقبلهم السياسي، أخطأوا الحساب وما صارحوا جمهورهم بقيمة الانتخابات المصيرية اللي يدعوا لها، رفعوا راية الاستسلام من الجولة الأولى وذهبوا لأسهل الحلول وهي الدعوة لمقاطعة الانتخابات، رغم الكل يعرف أن المقاطعة مهما ارتفعت نسبتها ما راح تلغي الانتخابات أو تسمح لهم بالطعن بيها. بالمقابل القوى التقليدية عندها جمهور ثابت، وهذا الجمهور راح يروح للانتخابات وبكل الأحوال، وكل ما زادت المقاطعة كل ما ارتفعت حظوظ القوى التقليدية بزيادة مقاعدها. لهذا خيار التشارنة بالمقاطعة راح يصب بمصلحة هذه القوى من حيث يعلمون أو لا يعلمون. بالنسبة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ماكو أي سيناريو ممكن الحدوث سوى إجراء الانتخابات ومراقبتها. هذا هو الشيء الوحيد المتاح، انتخابات مراقبة حتى لو فاز بها الشيطان، بمعنى ما حد راح يروح لساحة التحرير حتى ياخذ صك احتراف من الشباب. قطار التاريخ يمضي واللي يفوته هو الخسران، وهذا اللي راح يصير بالنسبة لاتشارنا اللي عافوا الساحات ونزلوا من قطار الانتخابات بنفس الوقت. بس السؤال هنا، شنو فائدة وجود قوى سياسية ممثلة لتشرين وهم بالأساس ما راح يشاركون بالانتخابات؟ وين راح تشتغل هاي القوة؟ إذا مو بالبرلمان وين تنشط؟ بالشارع؟ بعد إيش؟ بعد ما تصير الانتخابات وتتجدد الشرعية للقوة التقليدية، القوة اللي قدرت تستوعب الصدمة وتعيد إنتاج نفسها. وسط كل هاي الخارطة لا يوجد خاسر سوى تشرين. تشرين وقواها وممثليها. وصلت الفكرة؟ حياكم الله.